بسم الله الرحمن الرحيم. آن الأوان لظهور مسرح جديد خاصة في مصر، والتي أثرت فن المسرح عالميا. المسرح في مصر بدأ بداية من عام 1870، يعني أكثر من 150 عام. وهناك موسوعة للمسرح المصري المصورة، والتي تضمن أو تتضمن 5500 عرض مسرح. وتناول المسرح المصري جميع التطورات وجميع الثقافات، الثقافات الروسية والصينية واليابانية وأيضا طبعا الإنجليزية، شكسبير وكذا. فكان يواكب، والكتاب المصريين أو غير مصريين، بس المسرح يعني غطى جميع المراحل، التاريخ والحضارات. ولكن بعد عام 2000 تغييرات كانت أسرع في الثقافات وفي أيضا المنتجات الاجتماعية، وتغير المجتمع بشكل سريع جدا. يعني عن مثلا لو قارنا بين 100 سنة من البداية اللي هي 1870، فكان التغيير بطيء. يعني حتى من الخمسينات للسبعينات أخذ طابع سرعة، بس ما هي من بعد التسعينات. يعني من التسعينات كانت السرعة والانطلاق والتغيير، طبعا الكمبيوتر ويلي الانترنت والمايكروسوفت والأشياء دي والاتصالات وحتى النقل. أما الآن فالتغيير يعني بالصاروخ، يقصد صاروخ جت ركض، مو الايربلين بدأت، الطائرات بدأت بعدين الجت آخر واحد. الآن بدأ الركض بالجت، يعني الركض اللي يوصل الستلايت والفضاء عموما. وبدأت الأشياء نفسها تتكلم مع بعض، والتواصل بين الأجهزة، وخاصة الرجل الآلي اللي أمامنا في الفيديو يسمى AI. لكن الAI هو الآلة، روبوت. يعني قبلها كان أخذ فترة يمكن أكثر من 50 سنة الكلام عن الروبوت، الرجل الآلي. إيش الروبوت؟ رجل آلي، يعني بالعربي الرجل الآلي، إنه يتحرك وكذا. يعني في تقريبا 50 سنة كنا نشوف محاولات إلى مثلا عام 2000. بعدين تقريبا يعتبر الرجل الآلي ممكن يطير، طيارات الدرون، يعني الطيارة تتكلم وتصور، وتقدر أحد يرسلها، وتقدر تنظم المرور. السيارات صارت ممكن تأخذ أوامر اللي هي بدون قائد. طبعا حيوصل الكلام في خلال يمكن 10 سنين الشاحنات، حتى حتغني عن القطارات. يعني ما نحتاج سكك حديدية ولا شيء، يعني مجرد خط واحد اسفلت رايح وخط راجع، خط واحد بعيد عنها في الرجعة، زي اللوب، زي وتمشي زي هذه ألعاب السيارات والقطارات.
رايح وخط راجع خط واحد بعيد عنها في الرجعة زي اللوب زي، وتمشي زي هذه ألعاب السيارات والقطارات دي السكك اللي تنحط، لأنه ما في يعني حتى ممكن تلغي الاسفلت، يعني يصير ترصيف بطريقة كبس الأرض يعني وكذا، وممكن تجي أشياء عموما أشياء كثيرة جدا، الأجهزة تتكلم مع بعض يعني، فمنتجات كثيرة للـ AI. طبعا النقطة إنه صار يعني البرمجة الآلة ممكن سهلة جدا، يعني التحكم في مدينة، التحكم في حي، التحكم في أحياء تكلم بعض، مدن تكلم بعض من ناحية مثلا سلاسل الإمدادات وكذا، وسواء في أمور حرب أو سلم أو إنقاذ أو كذا في كل شيء. طيب إيش المشكلة اللي جعلت تقريبا من 90 ل 2020 في تباطؤ في الفن وال يعني حتى السينما؟ يعني صحيح ظهر الأشياء الفضائية وكذا، لكن ما هي أشياء في المدن يعني، وما هي أشياء تفاعلية. طبعا الآن التباطؤ أشد، فحنرجع للمسرح، لأنه اللي ينشر الثقافة المسرح، مش ولا المسلسلات ولا التلفزيون، المسرح. حتى كان بعض المسرحيات، طبعا عدد المسرحيات في الموسوعة، موسوعة المسرح المصري، قلنا 5500 عرض مسرح. بعض العروض صورت يعني واحد عرض عشان يتنقل في التلفزيون، إنما صار لأن المسرح الكتابة، طبعا الموسوعة هذه فيها حاطت طبعا 16 و17 جزء، كل جزء تقريبا 800 صفحة، موسوعة ضخمة. وطبعا لاحظ موسوعة المسرح المصري فقط وفي صور، يهمنا نحن أسماء المسرحيات والكتابات. كمان إنه لازم تيجي لغة جديدة، لأنه الآن يعني اللغة العالمية للشباب اختلطت بكلمات كثيرة، مثلا زي كلمة ترند، كلمة هاشتاج، كلمة يعني حتى نفس اللغة الإنجليزية ترند ما كانت موجودة، اللي هي مثلا زي الإفيه، يعني ترند زي الإفيه، يعني صارت زي مثلا كان في مدرسة المشاغبين الشيء الإفيه اللي بيجي خالد إلى الآن أكثر من 50 سنة، اللي هو ده إنجليزي مرسي. فإذن حتكون ما هي باللغة العربية الفصحى المسرحية، إن شاء الله نعمل مسرحية تعرض مرة أو مرتين في العام، هذا عشان تصور في التلفزيون طبعا أو في الإذاعة، يعني إذاعية ما حيكون للتلفزيون، لأنه مهم الصوت والكلمات. طبعا حنطلع يمكن 5000 اسم جديد، أسماء زي عندنا فتماشة، فتماشي. طبعا الإكس آي هي شيء، ففي قانون للغة الإنجليزية، يعني مثلا بدنا نقول درون نقول دراشي، يعني الآن مو لازم نتابع لأنه حيطلع شيء تاني، اسم تاني، يعني مثلا هذه الدرون طيارة تطير أو السيارة اللي تمشي من نفسها إيش حنسميها، فيمكن يطلع اسم لها أو أسماء، يعني نوعين ثلاثة، الشاحنة لها اسم، هذا لها اسم. حنرجع لنفس يعني مثلا نضرب مثال في كلمات.
طبعا هنطلع يمكن 5000 اسم جديد، اسماء زي عندنا فتماشة فتماشي. طبعا الاكس اي هي شي، ففي قانون للغة الانجليزية، يعني مثلا بدنا نقول درون نقول دراشي، يعني الان مو لازم نتابع لانه حيطلع شيء ثاني اسم ثاني. يعني مثلا هذه الدرون طيارة تطير او السيارة اللي تمشي من نفسها ايش حنسميها، فيمكن يطلع اسم لها او اسماء، يعني نوعين ثلاثة. الشاحنة لها اسم، هذا لها اسم. حنرجع لنفس يعني مثلا نضرب مثال في السعودية، اسم السيارة اللي هي شاسية طويلة النقل يقولوا لها دينا. طبعا دينا أظن شركة كان مكتوب عليها دينا، صاروا الناس يقولوا الدباب يقولوا له دباب، في مكان تاني ما يقولوا له دباب، موتورسيكل. فكيف تتوحد هذا؟ هي ثقافات. يعني اللي يجي هنا مثلا في مصر يقول دينا، ما حد يعرف نص نقل، يعني شوف كيف نص نقل ونقل وكذا، حاجات مختلفة. طبعا قطع الغيار وكذا، يعني مثلا نقول في السوق الدفرانس ولا مثلا رفرف ولا في مكان تاني، الأقمشة في مكان تاني. طبعا على فكرة الأقمشة اتلغت، يعني سيارات الكهرباء يعني ما عاد في دوخة للأقمشة. فعموما فلغة جديدة سواء بالعربي ولا بالإنجليزي. طبعا في العربي في لغة اللي تكلمنا عنها في فيديو آخر اللي هي الهنتريك البنتريك، وفي لغة طبعا هذه لغة قديمة كانت الشباب في السبعينات، يعني حتى في السبعينات مثلا اللي كان أصغر مني بست سنين بكذا كانت عندهم، يعني يتكلموا فيها بطلاقة اللنتي الرنتوح التمشي، يعني تمشي يروح نتمشى. فهذه لغة. في الحنتريك البنتريك ما أعرف قاعدة. فلغة اللن اللنتي بعدين الألف واللام بعدين حرف الأول من الكلمة، زي مثلا جبل الجنتبل، حرف الأول الجيم بعدين نون تاء بعدين كمل باولة الجنتبل. الغرفة مثلا الغنترف والغرتنف، يعني في لغة قواعد، لأنه في مثلا فعل غرفة وفي غرفة، فهنا تجي تقريبا زي بعض الغنترف والغرف قصد الغرفة، فبعدين يدل عليها الغنترف. طبعا الحال الكلام مثلا الرنتوح الغنترف، ويكون ما يعني بيدعي احد يقول له يلا نروح الغرفة، ما نروح نغرف. فهنا نرجع لمفهوم اللغة، زي مثلا اللغة العربية بدون تنقيط، مثلا تبت ممكن ما في نقاط، ممكن بتت، لكن عشان بعد أبي لهب هنلاحظ، فما حد حيقراها بتت أن لهن مثلا ولا، لأنه بالتلقي. فنفس الشيء نحن المسرحية، طبعا إن شاء الله حنسوي 4 مسرحيات كل كوارتر، يعني 12 مسرحية أو
اللي هي تأهيل، فتكون في 4 ساعات ثم 4 ساعات يعني كل شهرين، ثم واحدة ساعة واحدة اللي هي فيها عدد كبير حضور 500 وفوق. الصغير 4 ساعات يعني يكون 80 زي الدورة يعني شهر، يعني يجلسوا 4 ساعات كل يوم 8 ساعات مرتين طبعا، ممكن الخميس والجمعة والسبت والأحد تدريب. طبعا النصوص تتعامل في نفس الـ8 ساعات في نفس اليومين، يعني التأليف في نفس المكان، والانطلاقة يعني قبل عن طريق عن بعد، يعني التسجيل حسجل قبل أسبوعين فنديله البروتوكول والطريقة وكذا، ونخليه يجهز نصوص، نطلب منه نصوص يكون مستعد يعني. طبعا من التمارين ممكن فيه يطلع 8 يطلع 10 يعني زي كده جاهزين، عشان طبعا هي كلها عشان مو لازم انه هو يمثل، لانه إذاعية النقد مش تمثيل، بس على اساس ندي يعني المستمع تديله كانه يعني انت لو مسرحيه اذعتها في الاذاعه كانه هو بيشاهدها في المسرح. طبعا في هدف كبير جدا اللي هو تقنيات جديده زي ما في الجدول امامنا، الاسماء اسماء تقنيات مثلا زي هاشتاج زي ترند تريناش، الاشياء الجديده دي طبعا في اشياء تحدث جديده بعضها مثلا زي جوجل، جوجلها الان تقريبا تتلاشى، الان في بينك بنقاش، الان تقريبا البحث في بينك، احنا ما بنقول لا تبحث ولا ابحث، لا يعني جاء شيء جديد ما حد يمكن ما حد سمع ببينك، فما حنسوي زي اول جوجلها خلاص نقول بنقاش، وحيطلع لي طبعا الان ممكن انت الجي بي تي الشاتنج، فنحن حنتابع مثلا اول عرض يمكن يكون في حدود بعد شهرين او اقل، اول عرض حنتابع زي ما تقول مع الناس اللي يحضروا كانه الشارع، ونشوف مدى الخلفيه عن الكلمات اللي نطلع فيها. طبعا في المدى الـ8 ساعات يكون عندنا كلمات مش اقل مثلا من 80 كلمه واكثر، وهكذا تتبني إضافات إضافات لين نوصل تقريبا لـ500 كلمة. أرجو أن الكلام مفهوم، لأنه الآن لو سوينا نزلنا الشارع نتكلم، حتى مو الشارع يعني، أنا الكلام هذا حتى مع ناس في الثقافة وكذا تسألهم تقول لهم الاي اي ما يعرف، يعني مسؤولين في نفس الثقافة يعني في تأخر، يعني ما يحتاج أقول مثلا في أي بلد ولا فين ولا كذا، يعني ممكن لو رحنا لمخرجين وكذا ما يعرف، وكتاب عمالقة يعني تقول له الاي اي ما يعرف، زي لما أول مثلا كتاب في الـ70s أو في الـ90s لو قلنا له على الإنترنت وعلى الجوالات، لأن مصطفى محمود أتكلم عن انه التلفزيون هذا حيكون صغير ونحط في الجيب، بس ما حد سوى. طيب لما بدا الكمبيوتر والانترنت بدا الصغير الكمبيوتر بيرسونال هذا العائل، ما حد اتخيل، او في اخبار بس ما حد انه حيتطور. الراديو لما صغر وصار ترانزستور يعني ما دخلنا في المسرحيات شيء كثير، وهكذا يعني الطيارات وكذا، الطيارات من
نرجع لمفهوم اللغة، زي مثلا اللغة العربية بدون تنقيط، مثلا تبت ممكن ما في نقاط، ممكن بتت، لكن عشان بعد أبي لهب، هنلاحظ فما حد حيقراها بتت أن لهن مثلا، لأنه بالتلقي. فنفس الشيء نحن المسرحية، طبعا إن شاء الله حنسوي 4 مسرحيات كل كوارتر، يعني 12 مسرحية أو اللي هي تأهيل، فتكون في 4 ساعات ثم 4 ساعات، يعني كل شهرين، ثم واحدة ساعة واحدة اللي هي فيها عدد كبير حضور 500 وفوق. الصغير 4 ساعات يعني يكون 80 زي الدورة، يعني شهر، يعني يجلسوا 4 ساعات كل يوم 8 ساعات مرتين، طبعا ممكن الخميس والجمعة والسبت والأحد تدريب. طبعا النصوص تتعامل في نفس الـ8 ساعات في نفس اليومين، يعني التأليف في نفس المكان، والانطلاقة يعني قبل عن طريق عن بعد، يعني التسجيل حتسجل قبل 2 أسبوع، فنديله البروتوكول والطريقة وكذا، ونخليه يجهز نصوص، نطلب منه نصوص، يكون مستعد يعني. طبعا من الـ80 ممكن فيه يطلع 8، يطلع 10، يعني زي كده جاهزين. عشان طبعا هي كلها عشان مو لازم انه هو يمثل، لانه إذاعية النقد مش تمثيل، بس على اساس ندي يعني المستمع، تدي له كانه يعني انت لو مسرحيه اذعتها في الاذاعه كانه هو بيشاهدها في المسرح. طبعا في هدف كبير جدا اللي هو تقنيات جديده زي ما في الجدول امامنا، الاسماء، اسماء تقنيات مثلا زي هاشتاج، زي ترند، تريناشي، الأشياء الجديدة دي. طبعا في أشياء تحدث جديدة بعضها، مثلا زي جوجل، جوجلها الآن تقريبا تتلاشى، الآن في بينغاش الآن تقريبا البحث في بينغ. نحن ما بنقول لا تبحث ولا أبحث، لا، يعني جاء شيء جديد ما حد يمكن ما حد سمع ببينغ، فما حنسوي زي أول جوجلها، خلاص نقول بنقاش، وحيطلع لي. طبعا الآن ممكن أنت الجي بي تي الشاتي، فنحن حنتابع مثلا أول عرض يمكن يكون في حدود بعد 2 شهر أو أقل، أول عرض حنتابع زي ما تقول مع الناس اللي يحضروا كأنه الشارع، ونشوف مدى الخلفية عن الكلمات اللي نطلع فيها. طبعا في المدى الـ8 ساعات يكون عندنا كلمات، يعني مسؤولين في نفس الثقافة، يعني في تأخر، يعني ما يحتاج أقول مثلا في أي بلد ولا فين ولا كذا، يعني ممكن لو رحنا لمخرجين وكذا ما يعرف، وكتاب عمالقة يعني تقول له الاي اي ما يعرف، زي لما اول مثلا كتاب في الـ70s او في الـ90s لو قلنا له على الانترنت وعلى الجوالات، لان مصطفى محمود اتكلم عن انه التلفزيون هذا حيكون صغير ونحط في الجيب، بس ما حد سوى. طيب لما بدا الكمبيوتر والانترنت، بدا الصغير الكمبيوتر البيرسونال هذا العائل، ما حد اتخيل، او في اخبار بس ما حد انه حيتطور. الراديو لما صغر وصار ترانزستور، يعني ما دخلنا في المسرحيات شيء كثير، وهكذا يعني الطيارات وكذا. الطيارات من يمكن 30 سنة ممكن تقلع وتنزل بدون طيار، وطبعا جربت رحلات وطيارات كبيرة، يعني الطيار ما يمسك ولا حاجة.
فطبعا الهدف اننا نطلع اسماء الان كله بالانجليزي. فنحن زي المركز لنقل الثقافة عن طريق التخاطب مع خلينا نقول AI. وعندنا طبعا EAB إباشي اللي هي نقصد بيها English Arabic والبي ممكن بروتوكول اللي هي بروتوكول للغة الجديدة. طبعا هل اللغة الجديدة حتى الكلام؟ نعم الكلمات ممكن الإنجليزي يجيب كلمات عربية بس بيكون باللغة الجديدة. مثلا يقول الرنتوح، مثلا في واحد بيعلم واحد، في واحد يعرف الانجليزي والعربي، وفي ناس مو فاهمين فيجيبهم. يعني اللي بده يتعلم عربي يتعلم بالرنتي وحجنتي. ذكرنا قبل كده قصص حقيقيه الشباب كانوا يستخدموا البنات والاولاد وهذا حتى في الحب وكذا. يعني مثلا واحده تقول لي حبيبه بدل ما تقول له انت الطير حقي، ولا قالت له انت مثلا الصرصار، فما تقول له الصرصار، فكانوا يقولوا الصنطبي يعني صرصار. وكان هو يقول لها مثلا الفرفري يعني فارتي، وهكذا. بدل بحبك حمار كان قال الحنتمر، يطلع ممكن كأنه نمر مش دار، الحنتمي بالحنتمر، لأنه صارت هذه من واحدة في زواجها حطت في الفرح الأغاني أحبك أحمر طلقها. نلقاكم في حديث آخر مع في تماشى وفي تماشى. طبعا نحن في صدد مؤلفين وممثلين وكذا، لكن في تقريبا في المسرح يبنى النص. طبعا الالتزام بالنص، والنص حيكون مترجم يعني مع يعني في الكتاب، في كتاب المسرحيات، حتصير المسرحيات مكتوبة في النص وفي الإذاعة نسمعها. في طرق يعني زي ما تقول في الإكسل وكذا، نعمل عملية يعني تفتح كتاب زي الدليل، كل كلمة إيش معناها بالعربي وبالإنجليزي، حتى ندي عليها أمثلة بالإنجليزي وبالعربي زي الدكشنري، زي القاموس. شكرا جزيلا.